أكد باسل رحمي الرئيس والتنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي. وخلال استقباله السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة، أشاد رحمي بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في شتى المجالات في مصر.